أهلا بكم، هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة سما الفضائية، والبداية دائما بالعناوين. الرئيس الأسد التقى في دمشق وزير الخارجية الإيراني قادما من بغداد. طهران تتحدث عن رسائل سياسية لزيارة عبد اللهيان إلى سوريا. القذائف تتساقط على الأحياء الآمنة والجيش يرد. إرهابيو داعش يفشلون المفاوضات ويرفضون الخروج وتسليم أسلحتهم. وغداة ضربة جوية أمريكية، إطلاق عدة صواريخ على مطار العاصمة الأفغانية كابول، والعالم يتساءل أفغانستان دولة أم إمارة؟ أهلا بكم من جديد. أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى سوريا فيها رسائل هامة عن سياسات إيران الإقليمية. وكان الرئيس الأسد قد استقبل عبد اللهيان والوفد المرافق له وبحث معه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية. وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطوات التي يتخذها البلدان لتعزيز التعاون الثنائي بهدف الوصول إلى مستوى أعلى من الشراكات على مختلف الأصعدة، وخصوصا في المجال الاقتصادي والتجاري، بما يمكن الشعبين من الاستمرار في مواجهة تداعيات الحصار والعقوبات المفروضة على البلدين نتيجة تمسكهما بسيادتهما واستقلال قرارهما. كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في أفغانستان وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام. وبالتوازي، بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع سفير سوريا في بغداد سطام جدعان الدندح العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا وسبل تطويرها والأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لرئاسة جمهورية العراق أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابط تاريخية واجتماعية وثيقة، وأهمية العمل على تطويرها بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين، ومواصلة الجهد الأمني لمكافحة بقايا الإرهاب. وحسب البيان، أكد صالح أن دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات وضرورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التعاون والتكامل بين دول المنطقة، مشيرا إلى أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا. استشهد عنصران من قوى الأمن الداخلي باعتداء إرهابي بالرصاص على نقطة حراسة في حي المرابط بمدينة حما. وذكر مصدر في قيادة شرطة حما أن شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار فجر الاثنين على نقطة حراسة في حي المرابط بالمدينة باستخدام بندقية آلية، ما أسفر عن ارتقاء عنصرين من قوى الأمن الداخلي. نفذت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة مداهمات في قرية الكسار وبلدة جديد عقيدات بريف دير الزور الشرقي، وأقدمت على اختطاف عدد من المدنيين. وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد قامت بتطويق بلدة جديد عقيدات وداهمت منازل المواطنين واستولت على أحد الأبنية فيها، ردا على مقتل قياديين اثنين من الميليشيا بكمين استهدف رتلا مشتركا مع قوات الاحتلال الأمريكي في البلدة. وكان
3 مسلحين من ميليشيا قسد قتلوا بكمين نفذته الفصائل الشعبية لدورية مشتركة من قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيا في محيط معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال قاعدة لها بريف دير الزور الشرقية. أفشلت ما تسمى اللجنة المركزية في منطقة درعا البلد المفاوضات مع اللجنة الأمنية في المحافظة برفضها الالتزام ببنود خريطة الطريق التي تهدف إلى تسوية الأوضاع في جميع المناطق التي ينتشر فيها إرهابيون وفرض الدولة لكامل سيادتها في المحافظة، في حين صعدت داعش من وتيرة اعتداءاتهم على المناطق الآمنة التي رد عليها الجيش العربي السوري بقوة وخاض معهم اشتباكات عنيفة. وفي معلومات أوردها مراسل سما وأخرى نشرتها صحيفة الوطن السورية، فإن المفاوضات بين اللجنة الأمنية ولجنة درعا البلد فشلت بسبب رفض الأخيرة دخول الجيش وتسليم السلاح والالتزام ببنود التسوية. وقال مراسلنا إن قذائف الهاون التي يطلقها إرهابيو درعا البلد تتساقط على الأحياء الآمنة في المدينة بشكل عشوائي، وأسفرت عن إصابة طفلة ووالدتها وهم من أهالي درعا البلد وقاطنون ضمن مدينة درعا، كما أصيب شاب بقذائف استهدفت محيط ساحة 16 تشرين أو 16 من تشرين بدرعا المحطة. وكان ذكر مراسلنا بأن قذيفة صاروخية سقطت قرب الكراج الغربي في المدينة أدت إلى وقوع أضرار مادية لحقت بممتلكات المواطنين، في حين استشهد أحد عناصر الشرطة وأصيب عنصران بجروح بليغة جراء اعتداءات الإرهابيين الموجودين في المخيم بقذيفة صاروخية على الكراج الشرقي بعدما استهدف الإرهابيون بعدة قذائف هاون منطقة الكاشف الشرقي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية. هذا وكانت منحت الدولة عشرات المهل لما تسمى اللجنة المركزية في درعا البلد لتجنب أي عمل عسكري، ولكن يبدو أن إرادة أبو إبراهيم العراقي وأبو خالد الديري قادة داعش في درعا البلد كانت أقوى من إرادة اللجنة المركزية ووجهائها. وفي المقابل نشرت صفحات على موقع فيسبوك بيانا نسبته للجنة المركزية في ريف درعا الغربي، قالت فيه الأخيرة إنه وبالتشاور مع الريفين الشرقي والشمالي تعلن ما سمته النفير العام وإعلان الحرب. تحية لكم مشاهدينا. حالة من التصعيد تسيطر على مشهد في محافظة درعا وتحديدا درعا البلد، لا سيما بعد رفض المجموعات الإرهابية الداعشية بالأمس الانضمام إلى اتفاق المصالحة والخضوع لهذه البنود وتحديدها. بطبيعة حال حالة التصعيد تزامنت مع عدة اعتداءات نفذتها المجموعات الإرهابية المسلحة على عدة مواقع في مدينة درعا، كان آخرها حي شمال الخط الذي استهدف ليلة البارحة وفجر اليوم بعدة قذائف هاون. بطبيعة حال وحدات الجيش تسعى للرد المباشر والحازم على هذه الاعتداءات، ويعني ضرب مواقع المجموعات المسلحة والمواقع التي تصدر منها هذه القذائف والتعامل معها بشكل فوري. كما نشاهد يعني سحب الدخان، هذه هي ضمن المحور الممتد باتجاه طريق السد والمحور الشرقي لدرعا البلد، وأيضا درعا البلد منطقة درعا البلد. وحدات الجيش تعاملت مع عدة مواقع لهذه المجموعات الإرهابية المسلحة، والأنباء تؤكد وقوع خسائر كبيرة في صفوف هذه المجموعات المسلحة. جميع هذه المعطيات تشير إلى أن الحلول العسكرية اليوم باتت هي الأقرب للواقع، لا سيما مع استمرار تعنت المجموعات الإرهابية المسلحة، لا سيما مع هيمنة المجموعات الإرهابية الداعشية المتواجدة في درعا البلد والتي تهيمن أو تفرض سيطرتها على باقي المجاميع المسلحة، والتي تدفع باتجاه الحلول العسكرية والتي يعني أفشلت جميع الحلول السلمية لهذا الملف. بطبيعة الحال وحدات الجيش العربية السورية التي تفرض الطوق على كامل درعا البلد اليوم على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي هجوم من قبل تلك المجموعات الإرهابية المسلحة وأي اعتداء يتم الرد عليه بشكل مباشر. المصادر العسكرية تؤكد أن وحدات الجيش العربية السورية اليوم على أتم الاستعداد وبروح معنوية عالية حقيقة على جميع المحاور الممتدة والمحيطة باتجاه درعا البلد. طبعا بطبيعة الحال حالة من الترقب تسيطر على المشهد مع استمرار التصعيد وحدوث عدة اشتباكات على عدة محاور في محيط درعا البلد. أيضا وبالمقابل يعني بعض المصادر الأمنية يعني أكدت أنه لا من المحتمل أن يكون هناك عودة إلى يعني اجتماعات أخرى أو عودة إلى لقاءات أخرى، ولكن هذا بطبيعة الحال
مقرون بقبول لجنة ما يعرف بلجنة درع البلد بالشروط التي يعني حددتها الدولة السورية فيما يخص تنفيذ عملية الاتفاق. في حال تم الالتزام فعليا وتم هناك بوادر فعلية للالتزام بهذه الشروط، فمن الممكن العودة إلى الاجتماعات مجددا وإلى بحث الحلول السلمية مجددا، وإلا سيكون العمل العسكري هو الذي سيتم استئنافه وسيتم العمل فيه لتحقيق يعني هدف الدولة السورية في إعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى كامل أحياء درع البلد. كنت معك معي فراس الأحمد من محافظة درعا. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف فراس الأحمد مراسل قناة سما الفضائية في محافظة درعا. فراس، بعد التحية، الساعات الماضية كانت حافلة بالتطورات إن كان خاصة ميدانيا، لو تضعنا بصورة التفاصيل أكثر إن كان فيما يخص الشأن الميداني أو ما يخص تطورات الاتفاق. نعم، تحية لك دارين والسادة المتابعين. حقيقة يبدو أننا دخلنا في مرحلة جديدة من مراحل الحل أو الحسم لما يخص ملف درع البلد، وهي الحل العسكري. وجاء هذا الحل بطبيعة الحال بعد أن استنزفت الدولة السورية كل الإمكانيات وكل الفرص لإتاحة أي مجال لأن يكون هناك حلول سلمية فيما يخص هذا الملف، لكن العوائق كانت كثيرة، أسباب فشل الاتفاق كانت كثيرة، لن نتحدث عنها بشكل مفصل، لكن ممكن أن نختصرها بطبيعة المجاميع الداعشية الموجودة في درع البلد، محاولة الخداع والالتفاف، هيمنة هذه المجاميع الداعشية على باقي الفصائل المسلحة بشكل مستمر، أيضا عمليات التصعيد المستمرة من قبل المجموعة الإرهابية المسلحة. عمليات التصعيد يعني امتدت حقيقة حتى ساعات الليل والفجر اليوم ومستمرة حتى هذه اللحظة من قبل المجموعات المسلحة. يعني خلال ليلة امبارحة سجلنا العديد من الإصابات، وأيضا فجر اليوم حتى أن بعضهم هم من أهالي درع البلد، يعني هم من قروا من المجموعات المسلحة المتواجدة بدرع البلد وقضموا ضمن أحياء مدينة درعا، أيضا تعرضوا لقذائف تلك المجموعات الإرهابية المسلحة. فيما يخص الشأن الميداني، وحدات الجيش اليوم ضمن موقف يمكن وصفه بحالة الاستقرار بشكل كامل. وحدات الجيش الآن تقوم بعمليات تمهيد، قامت وحدات الجيش أيضا بتعزيز نقاط جيدا والانتشار بعدة مواقع والتقدم فيها ضمن المحور المنتشر باتجاه حارة البدو، هذا المحور المنتج من الجهة الجنوبية الغربية لدرع البلد. وحدات الجيش اليوم على أتم الاستعداد والجاهزية لتنفيذ جميع المهام المطلوبة منها والمنوطة بها فيما يخص عملية إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة أحياء درع البلد. بالتوازي مع ذلك هناك بعض التصعيد أيضا من قبل المجموعات، كما قلت هناك بعض الاستهدافات والتي تطال معظم أحياء مدينة درعا حقيقة، لكن يتم الرد بشكل حازم وفوري من قبل وحدات الجيش على مواقع. هناك استهدافات أيضا في درع البلد فراس؟ نعم، هناك استهدافات أيضا داخل درع البلد؟ نعم، الاستهدافات المجموعات المسلحة تستهدف مواقع الأمنية في مدينة درعا، وحدات الجيش تقوم بالرد على هذه المواقع في مواقع المجموعات المسلحة في درعا البلد وطريق السد والمخيم أيضا. يعني نقول أن هناك ضغط من المجتمع، هل هناك لديك معلومات عن ضغط من المجتمع داخل درعا البلد على تلك المجموعات المسلحة؟ حقيقة يعني خلال الأيام الماضية شهدنا العديد من المحاولات التي حاول الأهالي الضغط بها على قادة داعش في درعا البلد، وأصدر الأهالي أصدر العديد من البيانات طالبوا فيها الإرهابيين بالخروج دون أي قيد ودون أي شرط، لكن بالحقيقة هؤلاء الإرهابيين لم يستجيبوا حتى للمطالب الشعبية. اليوم معظم الأهالي المدنيين في مدينة درعا اضطروا باتجاه الأحياء الآمنة في مدينة درعا والقرى المحيطة، لا يتواجد اليوم يعني الغالبية منهم في درعا البلد هم من المجموعات المسلحة وقادة تلك المجموعات المسلحة. نعم، كنت معنا عبر الهاتف فراس الأحمد مراسل قناة سما الفضائية في محافظة درعا، شكرا لك. برعاية الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وبمناسبة الذكرى 73 ليوم القوى البحرية والدفاع الساحلي، احتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية البحرية. أحرز فريق الجيش العربي السوري المشارك في بياتلون الدبابات في ضواحي موسكو ضمن فعالية الألعاب العسكرية الدولية أرميا 2021 المركز الأول في الجولة الثالثة للسباق الفردي، وتفوق فريق الجيش بذلك على فرق منغوليا وفيتنام وفنزويلا التي شاركت إلى جانب سوريا في السباق. نعم،
белый флаг поднял полевой арбитр. Немного ниже мишени. А вот и зеленая мишень появляется. Сирия сейчас будет завершать выступление. Друзья. Сирия будет... Браво! 23 минуты 54 секунды. جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يوميا اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه. طالب عشرات الفلسطينيين وممثلي الفعاليات الوطنية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل من أجل استرداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. وشدد المتحدثون والمشاركون في الوقفة على هذا الطلب مرتدين الأكفان احتجاجا على عنصرية الاحتلال وإمعانه في جرائمه الذي يدعي الديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان ولا يزال يحتجز جثامين الشهداء، مما يدل على غطرسته وعن جهيته. ووفق الإحصائيات فإن الاحتلال يحتجز جثامين حوالي 253 شهيدا في مقابر الأرقام، أقدمهم أنيس دولة أحد القادة العسكريين في القوات المسلحة الثورية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والمحتجز منذ عام 1980. وإمعانا في جريمته فإن الاحتلال يرفض الاعتراف في مصير 68 مفقودا أو الكشف عن أماكن وجودهم. تحية أسرانا المدربين عن الطعام، أسرانا المرضى، وبوجه تحية لناصر، أنت أسد المقنع، أنت ما همك الحديد ولا همك الرصاص، الحمد لله أنت أقوى من السجان وجبروت السجان، بإذن الله رح تتغلب على مرضك، والحمد لله رب العالمين مهما كان، الحمد لله على قضاء ربنا، والحمد لله إحنا قويين فيك يا أمه، الحمد لله رب العالمين، الله يشفيك ويشفي كل مرضى الأسرى يا رب. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أنه طالما استمر لبنان بالطلب ستستمر إيران بإرسال المحروقات إلى هذا البلد. وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن الدولة في إيران هي التي تقرر لأي جهة تصدر نفطها، مشددا على أن الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لا تستطيع أن تتدخل في هذا الأمر. وقال طالما استمر الطلب من جانب لبنان سنستمر بإرسال المحروقات إلى هذا البلد. وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أعلن في وقت سابق أن سفينة محملة بالوقود ستنطلق من إيران باتجاه لبنان، وأكد أن سفينتين آخرين ستتبع هنا. وقال نصر الله حينها إن السفينة الإيرانية منذ اللحظة الأولى التي ستبحر فيها سنعتبرها أرضا لبنانية. كشفت وزارة الخارجية الروسية عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2008 بمطاردة المواطنين الروس الموجودين في دول ثالثة بهدف تسليمهم لها. وأوضح مفوض حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون بالخارجية الروسية غريغورو لوكيانيتسيف لوكالة نوفوستي أن الولايات المتحدة تقوم بمطاردة مواطنين في الخارج واحتجازهم في أراضي الدول الثالثة بطلب من هيئات الأمن الأمريكية ومحاولة إخراجهم لمحاكمتهم في الأراضي الأمريكية. ونعرف عن أكثر من 50 حالة مماثلة منذ عام 2008 وعددها لا يزال في الارتفاع. أطلقت عدة صواريخ على مطار العاصمة الأفغانية كابول غداة ضربة جوية شنها الجيش الأمريكي واستهدف فيها سيارة في محيط المطار، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين. وقبل حلول موعد سحب آخر قواتها من أفغانستان المقرر الثلاثاء،
ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول أمني كان يعمل في الحكومة الأفغانية السابقة قوله إن الصواريخ أطلقت من آلية في شمال كابول، فيما سمع السكان صوت استجابة نظام الدفاع الصاروخي في المطار، مشيرين إلى سقوط شظايا في أحد الشوارع، ما يدل على أنه تم اعتراض صاروخ واحد على الأقل. وذكر مراسل الوكالة أنه شوهد دخان يرتفع فوق مبان في المنطقة حيث يقع مطار حامد كرازاي الدولي، بينما أظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتسنى التحقق منها على الفور سيارة تحترق. من جانب ثان، أعلنت الصين أن وزير خارجيتها وانغ يي بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين مستجدات الوضع في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على البلاد. وأعلنت الخارجية الصينية أن وانغ يي خلال الاتصال شدد على أن الظروف الداخلية في أفغانستان شهدت تغيرات جذرية، ويتعين على جميع الأطراف التواصل مع طالبان وتوجيهها بشكل حثيث. التحذيرات الأمريكية تحولت عمليا إلى تطورات ميدانية واستهدافات، لكنها محدودة حتى اللحظة لتنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان. جو بايدن هدد وتوقع هجوما وشيكا، لكنه لم ينتظر وقوعه، وهو يقف على جثث قتلاه ويؤرخ نكسته. انتقم بضربة استباقية أو كما وصفها البنتاغون دفاعية، استهدفت ثانية آلية مفخخة تحمل كمية كبيرة من المتفجرات في كابول تابعة لداعش خراسان. قيل إنها كانت تشكل تهديدا محتملا على المطار، لكن يبدو أن الضربة الأمريكية لم تكن للآلية الداعشية فحسب، بل أوقعت ضحايا بين المدنيين، خطأ برره بيان البنتاغون بأن كمية المتفجرات الكبيرة في السيارة تسببت بانفجارات لاحقة وإصابات إضافية. طالبان اعتبرت أن التعامل الأمريكي مع الفوضى الأفغانية جلفا، وأنه لا يحق لها شن أي عملية على أي أرض في العالم، بمعنى أنها لم تكن راضية عن استهداف داعش بحجة أن الضربة أصابت مدنيين. من غير القانوني أن تشن واشنطن أي هجوم اعتباطي في بلدان أخرى، وفي حال وجود أي تهديد محتمل عليها إبلاغ الحركة أولا قبل شن هجوم عبثي أوقع خسائر بين المدنيين. نوعية الخطاب الطالباني مثير للاهتمام، وأكثر منه التعاطي الدولي معه. الحركة تعمل من أجل شغل مقعد مهم بين الدول بكلمة وقرار صارم، وداخليا تواصل إجراء مشاورات مكثفة في ولاية قندهار بقيادة زعيمها هبة الله أخوانزادة، مشاورات ستحدد خلال أيام قليلة النظام السياسي المستقبلي لأفغانستان، في وقت تنقسم فيه القيادات السياسية الدولية حول التعامل مع شكل أفغانستان المنتظر. أغلب الدول لا ترفض التعاون مع السلطة المرتقبة، وهناك حديث ملفت عن تصور متقدم للعلاقات خاصة من الصين وروسيا، لكن في نفس الوقت ثمن الاعتراف الدولي بهكذا نوع من الأنظمة السياسية لن يكون رخيصا أبدا، وأي تعاون محتمل سيرتبط بقائمة طويلة من الشروط مرفقة بميثاق حسن نية من طالبان. ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سنوي أن كوريا الشمالية استأنفت فيما يبدو تشغيل مفاعل نووي يعتقد على نطاق واسع أنه أنتج بلوتونيوم لأسلحة نووية. ولم تتمكن الوكالة التابعة للأمم المتحدة من دخول كوريا الشمالية منذ أن طردت بيونغيانغ مفتشيها عام 2009، ثم مضت كوريا الشمالية قدما في برنامجها للأسلحة النووية قبل أن تستأنف سريعا اختباراتها النووية والتي كان آخرها عام 2017. تراقب وكالة الطاقة الذرية كوريا الشمالية عن بعد في الوقت الحالي عبر صور الأقمار الصناعية في الأغلب وفقا لرويترز. وجاء في تقرير الوكالة أنه منذ مطلع تموز 2021 ظهرت مؤشرات متسقة مع تشغيل المفاعل النووي الذي تبلغ طاقته 5 ميجاوات في يونغ بيون، ومنها تصريف مياه التبريد. أعلنت نيوزيلندا عن تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بلقاح فايزر الأمريكي المضاد لفيروس كورونا.
كورونا. ونقلت رويترز عن وزارة الصحة النيوزيلندية قولها في بيان: اعتبرت لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات كوفيد 19 أن وفاة المرأة نجمت عن التهاب عضلة القلب، والذي يعرف بأنه أحد الآثار الجانبية النادرة للقاح فايزر، وتعتبر هذه أول حالة في نيوزيلندا تحدث فيها الوفاة بعد أيام من التطعيم بلقاح فايزر، مشيرة أيضا إلى وجود مشكلات طبية أخرى تحدث في الوقت نفسه وربما كان لها تأثير بعد التطعيم. أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 4,515,000 شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفق آخر إحصائيات موقع وورد ميترز الأمريكي. من جانب ثاني، احتجت الصين بشدة على تقرير أجهزة المخابرات الأمريكية الأخير حول منشأ فيروس كورونا، داعية واشنطن للتوقف عن تسييس مسألة منشأ الفيروس. وقالت الوزارة في بيان لها إن وزير الخارجية وانغ يي أعرب لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عن احتجاج الصين الشديد على النشر الأخير لما يسمى تقرير التحقيق عن فيروس كورونا الذي أعدته أجهزة المخابرات الأمريكية، مشددا على أن تسييس هذه المشكلة هو من إرث الإدارة الأمريكية السابقة. وأضافت الوزارة: كلما أبكرت الولايات المتحدة في التخلي عنها كلما أسرعت في الخروج من المأزق. صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قرار إعلان ولاية لويزيانا الأمريكية منطقة كوارث بعد أن ضربها الإعصار إيدا، وأمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود مواجهة الإعصار. وحذر بايدن من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة، وأفاد بإمكانية حدوث دمار هائل يتمثل في انقطاع التيار الكهربائي لأسابيع في مناطق ساحل الخليج الأمريكي. ويقترب إعصاران قويان في المحيطين الهادي والأطلسي من سواحل الولايات المتحدة، ما أسفر عن إطلاق استعدادات واسعة النطاق في عدد من الولايات الجنوبية للبلاد. وفي المحيط الهادي، أكد مركز الأعاصير الوطني الأمريكي أن إعصار نورا الذي يقع الآن على بعد نحو 230 ميلا جنوبي غربي سواحل المكسيك يزداد قوة، وتحول من فئة عاصفة استوائية إلى إعصار، أي فئة أخطر. لم يتبقى في نشرتنا إلا تذكير بالعناوين. الرئيس الأسد التقى في دمشق وزير الخارجية الإيراني قادما من بغداد. طهران تتحدث عن رسائل سياسية لزيارة عبد اللهيان إلى سوريا. القذائف تتساقط على الأحياء الآمنة والجيش يرد. إرهابيو درعا يفشلون المفاوضات ويرفضون الخروج وتسليم أسلحتهم. وغدت ضربة جوية أمريكية إطلاق عدة صواريخ على مطار العاصمة الأفغانية كابول، والعالم يتساءل: أفغانستان دولة أم إمارة؟ نشرتنا انتهت، إلى اللقاء.